حاجات كتيرة في الحياة بنتمنى نطولها وساعات بنعيش لحظة إحساس تسعدنا أيامنا بطولها. في حاجات كتيرة في الحياة بنتمنى نطولها وساعات بنعيش لحظة إحساس تسعدنا أيامنا بطولها. اتفضل. نهال بنتي طبعا. اهلا وسهلا. نهال، افتكر انت ما اشتغلتيش بعد ما اتخرجتي، مش كده؟ لا، اصل انا الحقيقه عايزه تكون متفرغه لي تماما. انا سفرياتي كتير وشغل زي ما انت عارف يا عبد الكريم بيه، محتاج بنوته حلوه كده زي نهال تكون فاضيه لي. قلت ايه يا ست البنات؟ اللي تشوفوه. لا ده انت تؤمري، يعني اقدر اسمع منك كلمة موافقة؟ موافقة، بس انا ليا شروط. شروط؟ شروط ايه بس يا حبيبتي؟ بابا من فضلك، انا عايزة اعيش في فيلا تكون باسمي، وعايزة عربية اخر موديل انا اللي اختارها وبرضه باسمي. مفيش مانع، والشبكة لو تحبي خاتم سوليتير 10 قرانيط. الله، نهائي. ايه يا بابا؟ دي شروطي ودي من حقي. طبعا من حقك، وكل طلباتك مجابة. انت وفرت عليا كلام كتير كنت هتكلم فيه مع والدي. ايوه صبر، يعني زوكو يسأل تليفون شغل. اتفضل. بس تعرفي انا معجب جدا بجرأتك، انا احب كده. الحقيقه انا اللي معجبه بجرأتك. طبعا انت عارف ان فرق السن اللي بيننا مش قليل، يعني انت هتاخد احلى سنين عمري، وده طبعا له تمن. تجنني، احنا كده نبقى متفقين، ما فضلش غير حاجه واحده بس، الفرح. انا شايف ان والفرح هيتعمل في الاوتيل اللي انا اختاره والقاعه اللي انا اختارها. لا بالراحه عليا يا ست البنات، مش كده؟ يلا مع السلامه.
أهلاً أهلاً أهلاً، أرجو إنكم تكونوا اتفقتوا كل حاجة تمام. لا اتفقنا يا بابا، اتفقنا على كل حاجة. أيوة بس إحنا لسه ما حددناش معاك كتب كتابي. أنا بقول يعني بعد إذنك يا بابا، أنا اللي أقول. اتفضلي تحبي إمتى؟ لما تنفذ كل اللي قلت لك عليه. بعد إذنك. اسف يا حسين، ارجو يعني انك ما تكونش ايه اتضايقت يعني؟ لا ابدا بالعكس، ده هي دي بالظبط الشخصيه اللي كنت بدور عليها، واضحه صريحه قويه، وانا اتعودت ما اخافش من الشخصيه دي. انا بخاف من الشخصيه الكتومه اللي تبان هاديه ومن جواها بكان. ما تتصورش انا معجب قد ايه بشخصيه نهال. طب يا سيدي ربنا يهتم بخير. يا انا مضطر استاذن دلوقتي لان عازم وابد طالعني على العشاء. بيني وبينك عبد الكريم، دي الصفقه دي لو تمت هتبقى على وش نهال. لا ان شاء الله هتتم وهتبقى زي الفل، نهال طول عمرها وشها حلو. اتفضل يا بنت. شكرا. بألف سلامة. مع السلامة. سلام. نهال. تعالي. فندم انا صحيح كنت بتكلم في التليفون لكن كنت سامع الكلام اللي بتقوليه. طلبات ايه اللي حضرتك طلباها دي يا استاذ؟ ايه يا بابا طلبات ايه؟ طلبات واحده بنت في ظروفي لازم تطلبها طبعا. طلبت اللي يعوضني عن عمري اللي بيتباع قدامك وانت موافق. طلبت اللي يعوضني عن قلبي يا بابا اللي انت لغيته وشطبته من حياتي. يا انت بجد يا نهال، هي دي فكرتك عني؟ انا وحش بالدرجه دي؟ أنا قاسي يا بنتي؟ العفو يا بابا، بس جوازي من حسين عبد الله حضرتك معتبره صفقة، اسم عيلة قدام فلوس كتير قوي. بس يا بابا للأسف اسم عيلتنا كان يستاهل أكتر من كده. أنت كده بتحرجيني جدا مع الراجل. الراجل يقول علينا إيه دلوقتي؟ هيقول إيه يعني يا بابا؟ تأكد إنه ما كانش هيوافق على الصفقة دي إلا لو كان عارف إنها مربحة جدا. ده تاجر يعني كل حاجة بيحسبها كويس قوي. عن إذنك. اهدى ازاي يا عادل وانا شايف اختي بتضيع قدام عينيا وانا واقف مش عارف اعمل ايه؟ للاسف نهال اختك ضحيه ابوك زي بالظبط انت ما كنت ضحيته. اسمع يا ادهم، انت لازم تمنع الجوازه دي باي شكل. مفيش فايده، نهال زي ما تكون بتعذب نفسها. بس انا خلاص يا عادل، خلاص تعبت من كل حاجه. نهال دلوقتي في حاله عين مع نفسها، لو قدرت تستخدم ارادتها هتتراجع، انما بقى لو عندها غلبها سيبها تكمل التجربه. تكمل التجربه ازاي؟ نهال كده هتضيع حياتها كلها. انا مخنوق، انا عايز امشي من هنا. خلاص انا هخلص شغل واتصل بيك نتعشى سوا. اوكي سلام. سلام. ده تصور مبدئي لدراسه الجدوى، حضرتك اقراه بتركيز وقولي رايك فيه. بصراحه بقى انا مش هقدر اركز طول ما انا واقف قدام الجمال ده. ميرسي قوي يا شبيبي. طيب هي الدراسه النهائيه ممكن توصلني امتى؟ الاسبوع الجاي ان شاء الله. طب ممكن بقى بمناسبه الدراسه المبدئيه نحتفل واعزمك اللي ده على العشاء؟ انا اسفه جدا، اصلي مش فاضيه ورايا حاجات كتير قوي لازم اخلصها. هلا ممكن اسالك سؤال وتجاوبيني عليه بصراحه؟ طبعا اتفضل. انت يعني مرتبط عائليا؟ اقصد يعني ان شوقي بيه، دي مسألة خاصة جدا، أنا ما بحبش حد يتدخل فيها. وأوعى مرة تانية تسألني السؤال ده. اللي بينا ما يسمحش. الله، أنت سألت ولا إيه؟ أكيد سؤالي ده ورا هدف. لازم تفهم إن اسم هالة رشيد ده غالي عندي أوي. شوقي بيه أنا كل اللي بيني وبينك شغل وبس، مش أي حاجة تانية. وأوعى تزعل، لأن لسه في بينا شغل كتير. أوكي؟ أشوفك الأسبوع اللي جاي. هي دلوقتي محتاجة حماية أكتر من أي وقت فات. خلي بالك هي دلوقتي ابتدت تكتب، وده اللي احنا كنا منتظرينه. ريام لازم تفضل جنبي على طول. مستني يا مراد، ليه ما بتاخدش خطوة؟ مصممة تأجل الموضوع لحد ما تحل كل مشاكلها.
معلش اديها وقتها، اكيد لسه في حاجات قلقاها. انا مش عايز اضغط عليها، كفايه اللي هي فيه. ريان بتعاني من اقرب الناس ليها، بس انا ما كنتش عايزها تفكر لوحدها، عايزها تفكر بعقلي. اكيد محتاجاني جنبها زي ما انا محتاجها. اتفضلي يا استاذ. ميرسي يا معلم. العافية يا فندم. مساء الخير. مساء النور يا فندم. مساء الخير يا ريهام. هي مامي فين؟ خرجت ما قالتش هي رايحة فين؟ وانت هتفضلي واخده موقف كده مني كتير؟ انا ما بعرفش اخد مواقف من حد. كفايه عليا قوي الموقف اللي انا فيه دلوقتي. موقف ايه؟ ايه جديد؟ سمير رمزي. سمير رمزي مصمم انه يعمل لي فضيحه. فضيحه؟ فضيحه لمين؟ ليكي انت؟ للاسف ايوه. خد لي صوره انا ومراد طاهر وبيهدد انه ينشرها. انا مش قادره افهم، انت بتحبي مراد طاهر ده ولا لا؟ وبعدين ايه اللي يهمك يعني اذا الصوره دي اتنشرت ولا ما اتنشرتش؟ لا ده تبقى مصيبه كده، هبقى بهدد مراد طاهر في اسمه وسمعته. لا، والمصيبه الاكبر انه يقول انك خدتي الصوره دي وانت متجوزه رفعت رمزي. انت بتقولي ايه؟ ما يجرؤش، دي تبقى قضيه سب وقصف. ده انا ارفع عليه قضيه اوديه في 60 داهيه. وبعدين عايز افهم هو يعمل كده ليه؟ عشان يحرمك من الميراث طبعا. ومين قال لك ان انا عايزه مليم واحد من فلوس رفعت رمزي؟ الفلوس دي ملوثه وانا مش محتاجه لها، مش عايزاها. تبقي مغفله تتنازلي عن حقوقك، ده حتى ربنا ما قالش كده. وربنا كمان ما قالش اني اقبل فلوس حرام، الفلوس دي انا مش عايزاها، سامعاني؟ انت بتتكلمي ازاي بس يا ريهام؟ ده تمن عذابك مع رفعت رمزي. خدي اللي يعوضك عن سنين العذاب دي كلها. وبعدين يا ستي لو انت مش عايزه الفلوس دي احنا عايزينها، احنا اولى بيها. مستحيل، انا مصدومه في رايك ده حقيقي، مصدومة يا هالة. يا ترى ايه الموضوع اللي انت عايزني عشان؟ قلقتني. الهام انا، احنا اتكلمنا في موضوع جوازنا قبل كده وما سمعتش منك رد، ليه التردد ده؟ مروان انت ليه ما بتحاولش تفهمني؟ انا مش مترددة، لكن انا مشاكل كتيرة قوي اليومين دول، خصوصا مشكلة ريهام الاخرانية، عشان كده انا ما اقدرش افكر في الجواز دلوقتي. صدقني يا مروان، انا لو فكرت في الجواز مش هختار غيرك. لكن انا دلوقتي براجع نفسي، انا حاسه ان انا اللي مسؤوله عن كل اللي بيحصل لريهام، ده غير مشاكل البنات اللي ما بتخلصش. عموما انا مقدر موقفك وفاهمك كويس، بس انا بطلب منك انك تديني فرصه اقف جنبك. ايه، كنت فاهم انها بتحبك دلوقتي، بس فهمت ايه اللي كان بيخليها تبعد عنك ومع مين؟ مروان صديق عمرك، ابعد، لازم تبعد حالا قبل ما يشوفوك في الحالة دي، ابعد. أقدر أعرف الحيرة اللي في عينيكي دي سببها إيه؟ مش قادرة أفكر ولا عارفة أقول إيه. اللي بتطلبه ده صعب قوي دلوقتي يا مروان. عموما أنا اتأخرت، لازم أمشي. مستحيل، معقولة؟ المستشفى دي فين؟ طيب طيب انا جاي حالا. في ايه يا مروان؟ جميل نقلوه المستشفى. يا
دكتور خير؟ للأسف ذبحة صدرية. يا خبر، ذبحة صدرية؟ إن شاء الله هتفوت إن شاء الله. طب ممكن نشوفه لو سمحت؟ شخص واحد بس ولمدة دقيقة واحدة، لأني مش عايزه ينفعل أي انفعال. حاضر. بعد إذنكم. تفضل. أيوه تفضل. إن شاء الله سليم إن شاء الله. أنا هفضل جنبك مش همشي إلا ما أطمن عليك. مالوش لزوم الكلام. هل أنت بخير والدكتور طمني؟ لو سمحت اتفضل حضرتك ما ينفعش كده. حاضر. كنت فين؟ قلقتينا عليكي. قفلي موبايلك ليه يا ماما؟ على مهلكم عليا، هو تحقيق ولا ايه؟ جميل وسطهم تعبان في المستشفى، كان لازم اروح له. ليه؟ هو حصل له ايه يا ماما؟ ذبحه صدريه، مش قادره اصدق. اخر مره كان عندي كان زي الفل. اكيد طبعا في حاجه حصلت ضايقته جدا. والله ما اعرف. طب شفتيه؟ اطمنتي عليه؟ دخلتي له؟ انا رحت له المستشفى، لكن ما قدرش اخش له الاوضه. مروان العبد هو اللي دخل له. ايه ده؟ وانتوا اتقابلتوا كده صدفه عنده في المستشفى؟ في يا هاني. في ايه؟ مليون سؤال. في ايه؟ انا مش هيقلكم. ربنا يستر. اونكل جميل ده لو جراله اي حاجه انا هزعل عليه قوي. معقول الكلام ده؟ هو جاب الكلام ده منين؟ الواد ده اتجنن؟ في ايه؟ مين ده؟ وحيد اسماعيل؟ ايوه. ايوه. ريهام رشيد قائد قد طلبت الطلاق من زوجها قبل وفاته ب 24 ساعة. ايه ده؟ منين جاب الكلام ده؟ أنا رايحة الجامعة. على كل حال الكلام ده في صالحك يا ريهام. مش مهم، مش مهم اذا كان في صالحي ولا لا. انا اللي يهمني دلوقتي ان ده حصل فعلا. محدش يعرف الموضوع ده غيرنا. يبقى هو جاب الكلام ده منين؟ مين اللي قاله؟ لا، وحيد اسماعيل ده انا اللي هروح له بنفسي. ده اتجنن. انا اللي هعرف اوقفه عند حده. ارجوك يا ماما سيبيني انا اللي اتصرف، انا اللي لازم اواجهه. بس قبل ما اروح اقابله لازم اعرف جاب المعلومات دي منين ومين اللي نقلها لي. الغريب ان الكلام اللي مكتوب ده صحيح مليون المية. انا فعلا طلبت منه الطلاق قبل ما يموت. بس يقصد ايه؟ يقصد ان انا سبب موته؟ ده كلام سخيف مالوش اي اهمية. ما تقلقيش خالص، الراجل ده بيضرب ويلاقي. مين هيهمه اذا كنت طلبت الطلاق ولا ما طلبتيهوش؟ ده ماله فراغاته بس. عشان كده أنا قررت أبتدي حملة في الجريدة، وأنت اللي هتبتديها. أنا؟ وسيبي لنا الباقي. صباح الخير يا مراد. صباح الخير. خير يا مراد؟ فيه. أنت عايز تثبت إيه يا وحيد؟ الخبر الـ 12 ده تفتكر يهم مين؟ الخبر الـ 12 ده لصالح ريهام. أنا مش قادر أفهم أنت ليه بس عايز تهاجمني وخلاص. لما أنا أقول إن ريهام رشيد طلبت الطلاق من رفعت رمزي قبل ما يموت، مش ده يخلي الناس تتعاطف معاها؟ أو تتهمها إنها سبب في موته. أنت عايز توصل ليه بالظبط؟ أرجوك افهمني يا مراد، أنا هفضل متابع القضية دي لنهايتها. محدش لغاية دلوقتي يعرف مصير ثروة رفعت رمزي راحت فين. رفعت رمزي اتصدرت كل ممتلكاته. شفت بقى انت بتقول ايه؟ ده اللي هنا، لكن اللي هناك بقى حبيبي راحت فين؟ اكيد هتعرف راحت فين، بس مش لريهام باي حال. اسمع يا وحيد. اسمع انت يا مراد، وارجوك ما توقعش نفسك في الغلط. بكره هتفهم انا عايز اقول ايه. ومن فضلك، من فضلك بلاش تستعجل. وحاجه ثانيه انا عايز اقولها لك، انا ما بعرفش المجامله في شغلي، ما بعرفش اجامل على حساب البلد. حقيقه رفعت رمزي هتتكشف، يعني هتتكشف. رفعت رمزي مات وشبع موت، حقيقته هتتعرف.
بس الضحية دلوقتي ريهام رشيد، وده ما فيهوش أي عدل وإنصاف. إذا كان ريهام رشيد مش عايزة تتكلم، أسكت أنا بقى وأحتمل الموضوع منتهي. أنا نفسي يا أخي مرة واحدة تناقش قضية بعيد عن الأطراف اللي حواليها، اللي أنا متأكد إن ملهمش علاقة بيها. ملهاش علاقة بيها إزاي؟ مش ريهام دي كانت مراته في يوم من الأيام؟ مش دي اللي كانت عايشة في قصور في سويسرا وفرنسا وفي إنجلترا وهنا وهنا؟ عايز تفهمني إنها ما عندهاش علم بسبائك الذهب اللي كانت بتتختم هنا وبتتهرب على بنوك سويسرا؟ ما عندهاش علم بعمليات توظيف الأموال اللي كان هو بيعملها؟ ما عندهاش علم بكل اللي كان بيعمله؟ ليه؟ كانت خيال مآتة ولا إيه؟ ريهام ما عندهاش علم بأي حاجة من اللي أنت بتقوله. ريهام انضغط عليها ضغوط فظيعة لما اتجوزت رفعت. عاشت معاه أسوأ أيام حياتها. ولما رجعت رجعت بشنطتها بس. أرجوك تفهمني. أرجوك حاول تفهمني. صباح الخير، حط الورد هنا لو سمحت. شكرا على الشغل. مع السلامة. ايه ده؟ ايه الجمال ده يا جميل؟ انا لسه كنت مع الدكتور وطمني عليك. وطمنتي؟ ايوه، قال لي كلها كام يوم هتخرج من المستشفى زي الفل. انت اللي زي الفل. انت اجمل حاجة في حياتي. ايه ده؟ ليه كده؟ ليه الحزن ده؟ مش عاوزك تبعد عني. ما انا جنبك، هو انا رحت فين؟ انا عارف انت رحت فين. فجأة ما لقيتكش قدامي. فجأة حسيت ان عمري بينسحب من قدامي. وصحيت من حلم جميل كنت عايش فيه. جميل عشان خاطري، بلاش تتكلم كتير. لا، هتكلم كتير. انا لازم اقول لك كل اللي ما قدرتش اقوله قبل كده. الهام، انا بحبك ومليش غيرك. طب ما هو انا كمان بحبك. ايه بقى؟ ما تكذبيش، ما تقوليش اي كلمه احس منها انها صعبان عليكي. ما تقوليش اي كلمه انت مش حاسه بيها. انا اللي اقول بس. ابتسامتك بالنسبه لي مليئه عليا حياتي. جميل، ارجوك كفايه كده. حياتك عندي اغلى من اي حاجه في الدنيا، بس للأسف شرايين اعترضت وقلبي ما عادش فيه طاقة يتحمل. جميل، انت عارف كويس قوي انت ايه بالنسبة لي. احلى مرة بسمع فيها اسمي بيبقى منك، لكن كل شيء ضاع في لحظة. امال ايه اللي اتغير؟ احسن النهاردة؟ مش احسن خالص. صباح الخير. صباح الخير يا مروه. طب طمني، عامل ايه النهارده؟ طب انا هسيبك مع مروان وهرجع لك بعد الظهر. مش عايز حاجه قبل ما امشي؟ ما تتاخريش عليا. حاضر، مش هتاخر. عن اذنك يا مروان. اتفضلي. ايه جميل، الله فهمني. بس انت بالذات صعب افهمك. ليه؟ اديني سبب واحد بس اللي انت كتبته ده. انا ازاي اتملك على حاجه وانت تنشرها بالشكل ده؟ هي دي الامانه الصحفيه اللي انت بتدرسها لنا؟ هي دي ثقتي فيك؟ نرمين، ارجوكي تهدي. الخبر اللي انا نشرته ده لمصلحه ريهام، افهميني بقى. فهمتك كويس قوي. فهمت كمان ان احنا عايشين في غابه صعب قوي ان احنا نخرج منها. تصورت انك ممكن تفهمني وتفهم الجحيم اللي انت معيشنا فيه، بس للاسف طلعت غبيه ومش فاهمه اي حاجه. يا حبيبتي، المعلومات اللي انت اديتيها لي دي خلتني امشي في مسار جديد بالنسبه لقضيه ريهام. اللي انا بكتبه ده بدايه دفاع عنها. ما تكذبش اكتر من كده، كفايه بقى. استغلت ثقتي فيك اسوأ استغلال. انا بجد بكرهك. استني بس يا نرمين. نرمين، مش كنت هنا تعملي ايه؟ انت اللي جايه هنا تعملي ايه؟ ده بني ادم ما يستاهلش انك تضيعي دقيقة واحدة بس من وقتك معاه. دي حاجة ما تخصكيش. اقطعي اتكلمي.
كنت عند وحيد اسماعيل بتعملي ايه؟ بتعرفيه من امتى؟ المعلومات اللي اتكتبت في الجرايد دي اوعي يكون انتي مسطره. يا ريان من فضلك خلينا نتكلم في البيت علشان خاطري. اسمعيني اسمعيني، مش طايقه ابص في وشك. روحي. نرمين كانت عنده بتعمل ايه؟ وازاي ما قالتليش انها تعرفه؟ والعلاقه بينهم ايه بالظبط؟ وانا هروح اقوله ايه اذا كانت مصدره في المعلومات اختي؟ اختي ازاي؟ ازاي؟ خلي الباب مفتوح يا عم علي، نرمين جايه ورايا. حاضر يا فندم. نرمين تعالي انا عاوزاكي. نعم. كنت بتعملي ايه عند وحيد اسماعيل؟ ريهام انا ما عملتش حاجه، ومن فضلك اذا كنت ناويه تتكلمي معايا تتكلمي معايا بهدوء علشان اعرف نتفاهم. هدوء ايه ونتفاهم ازاي؟ بني ادم كل همه تدميري رايحه عنده بتعملي ايه؟ قوليلي. انا بتمرن مع وحيد اسماعيل في الجورنال، حاولت اقرب منه علشان اتفهم انا هو. بتتمرني ايه؟ وازاي قدرتي تبصي في وشه؟ كنت رايحه له بتعملي ايه؟ بتتمرني عنده عشان تتحايلي عليه ولا ايه بالظبط؟ انت انا ما تقوليش اي حاجه، انت كنت السبب انك بقيتي مصدر خد منك كل المعلومات اللي هو عاوزها. انتي بقيتي مفعول بيه يا هانم، خد منك كل اللي هو عاوزه، والمعلومات اللي اتكتبت دي انتي السبب فيها. اخر ما كنت اتصور ان انتي تبقي السبب فيها. ريهام صدقيني انا كنت بحاول ادافع عنك. تدافع عن ايه؟ انا ما هسمعك تقولي الكلمه دي تاني، انا رافضاها. انا عمري ما كنت متهمه ولا هكون متهمه في يوم من الايام. انا كل غلطتي اني اتجوزت بني ادم زفت، كل تصرفاته غلط. نرمين انتي بمروحك لوحيد اسماعيل ده ضيعتي كل اللي انا كنت ناوي اعمله. حسستيني اني ضعيفه وانا عمري في حياتي ما حسيت اني ضعيفه. ريهام انا اسفه، انا فعلا ما قصدتش. لا تنزليش، سيبيني لوحدي ارجوكي. اطلعي مش قادره اسيبك. ريهام انتي لازم تفهمي انا عملت كل ده ليه. أنا حسيت إحساس فظيع بالظلم، كل كلمة كانت بتتكتب عنك ما كانتش بتمسك لوحدك، كانت بتمسنا كلنا، وإنتي واقفة مكانك مش قادرة تعملي حاجة. أي مراد طاهر كان بيكتب، بس الصدى كان كله رايح لكتابات وحيد إسماعيل. صدقيني لو كنت أقدر أقتل كنت قتلته. فهميني يا ريهام، إنتي واقفة ساكتة كده على أساس إيه؟ للأسف رفعت هو المتهم الأول، واحنا لازم نستنى، لازم نشوف القانون هيقول يا حبيبتي. وانتي مالكيش أي ذنب، هو اللي ما يصحش إنه يستخدم حرية قلمه في إنه يحطمك. بس انتي يا ريهام لازم تتصرفي، لازم تعملي حاجة بقى. أنا كنت هتصرف فعلا، بس كنت هتصرف غلط. أنا كنت رايحة عشان أقابله، بس طبعا لما لقيتك عنده حسبتها صح. لقيت انه مقابلتي معاه مش هتجيب اي نتيجه، بالعكس هتضعف موقفي. وانا بحمد ربنا اني فقت في الوقت المناسب. يا ريان مالك؟ في ايه؟ كنت فين؟ مش عارفه، مش عارفه انا كنت فين ولا جايه منين. حاسه اني مصدومه، مصدومه في كل اللي حواليا. حاسه ان كل اللي حواليا خونه، خونه. ايه اللي حصل؟ فهميني. الكلام اللي كتبه النهارده
وحيد إسماعيل. للأسف كان مصدره نرمين. نرمين أختي، أقرب الناس ليا. نرمين لسه صغيرة وأكيد ما كانتش تقصد. أرجوك تهدي عشان خاطري. مبقتش قادرة أهدى، بقيت مش عايزة أهدى. أنا مبقاش عندي ثقة في أي حد حواليا. أنا بقيت حاسة بعدم الأمان، حاسة إن مفيش أي حاجة ممكن تحميني. مفيش. إزاي تقولي الكلام ده؟ إزاي تديني إحساس بإني مش قادرة أحميكي؟ كفاية بقى يا مراد، كفاية قوي المشاكل اللي أنت تعرضت لها بسببي. أرجوك وجودك في مشاكلي هيضرك مش هينفعك، حاول تفهمني. أنا اللي قرر ده مش أنتي. ريهام أنا إحساسي بيكي أكبر من كل الكلام ده. نرمين حاولت تدافع عنك بس بطريقتها. غلط. دافعت عني بطريقة غلط. مش من حقها ومش من حق أي حد إنه يدي معلومات عني، وبالذات لبني آدم زي وحيد إسماعيل ده. أنا مش عايزك تحس الإحساس ده بالنسبة لها. نرمين أختك ولا يمكن هتضرك. مراد أنت مالكش ذنب. كتير قوي بفكر أختفي من حياتك. تختفي من حياتي؟ ده الحل اللي عندك؟ لأن حياتي ما بقالاش وجود إلا بوجودك فيها. أوقات كتير كنت بحس إن قلبي اتقفل، بطل يدق. أنت اللي رجعتي له دقته. ريهام إحنا داخلين على معركة، وأنا ما تعودتش أبداً أنسحب من أي معركة. مراد أرجوك افهمني. أنا لما بلاقيك بتفكر بحس إني بحب لك فوق طاقتك. ريهام يا حبيبتي، انت كل حاجه في حياتي، كل شيء في عمري، انت كل ممتلكاتي. صدقني ممتلكاتك مكسوره مهزومه. لا لا ما تقوليش الكلام ده، اوعي تقولي الكلام ده. ما تحسسنيش ان حبي ليكي مش كفايه. حبك هو اللي معيشني. انا الحب ده اتخلق عشانك، انت نفسك اتولدتي عشاني. أنا محتاجة أقعد لوحدي شوية، تسمع. شو خاطري؟ ازيك يا ريم؟ صباحك، ازيك يا رشدي؟ إيه الأخبار يا رشدي؟ أبداً، كنت في جمعية حقوق الإنسان وعملت روبورتاج كامل. الحقيقة جمعية حقوق الإنسان. انت مش معايا خالص. في يا مراد؟ ده انا عايزك تركز على نقطة هامة جدا هنبتدي بيها الريبورتاج اللي جاي. يا ريت قول. مبدأ مهم جدا بينص على ضرورة احترام الحريات الشخصية. الحريات العامة اتكلمنا فيها كتير ووصلنا لجزء كبير من اللي كنا عايزينه، لكن الحريات الخاصة لازم لها قانون يحميها، يجرم اللي يتدخل فيها. الا اذا كانت قضية عامة. حتى لو كانت قضية عامة، في حاجة اسمها خصوصية، يعني تصرفاتك الشخصية طول ما هي في حدود القانون. الملاحظ بقى في الفترة الأخيرة إن في انتهاك واضح وصريح للخصوصية دي، انتهاك واضح وصريح للحرية الشخصية، وده شيء غير مقبول إطلاقا. ساداتي ساداتي، مساء الخير. ضيوفنا النهاردة من أعلام الصحافة، حيث نناقش موضوع قد أثير على صفحات الجرائد في الأيام الماضية. معنا الصحفي اللامع الأستاذ وحيد إسماعيل والصحفية ريهام رشيد. القضية المثارة في غاية الحساسية، فهي بين زملاء في مهنة صاحبة الجلالة الصحافة. موضوع القضية خاص بالاتهام الذي وجه لرجل الأعمال الراحل الملياردير رفعت رمزي، والذي ترك وراءه ثروة طائلة. نستطيع أن نقول أن هذه الثروة تخضع للمساءلة القانونية، تهريب أموال للخارج، عملية توظيف أموال، وتهرب جمركي، إلى آخر هذه الاتهامات الموجهة لرجل الأعمال الراحل، والتي تنصب الآن على أرملته الشابة ريهام رشيد. لسنا سادتي في مجال محاكمة، ولكننا في مجال تساؤل، وبالتحديد للأستاذ وحيد إسماعيل. تحت أمرك يا فندم. أستاذ وحيد، هل من حق الصحافة أن تقوم بدور إلقاء الاتهام على قضية لم يحسمها القانون بعد؟ من حق الصحافة أنها تلقي الضوء على أي قضية، خصوصا إذا كانت قضية تهريب أو مخالفات تخص البلد. ساعتها بقى لازم يتفتح لها صفحات كتير على الجرائد لغاية لما الحقيقة تبان.
البلد لها حق على ابنائها، فما بالك بقى لو كان الابن ده عاق؟ ساعتها لازم يتحاسب، والحساب لازم يكون عسير عشان الفعل ده ما يتكررش مره تانية. مدام رهام، احب اسمع تعليقك. في الحقيقه انا ما بحبش اتكلم خالص بالفاظ رنانه. لو حضرتك تقصد وبتتكلم عن حريه القلم، فده مطلب لكل الصحفيين. ممكن قوي الكلمه دي تتحول لطلقه رصاص تقتل بيها بريء من غير ما يعمل اي حاجه. الكلمه شرف، والمفروض ان احنا ما نوجهش اي اتهام لاي حد ما لم تثبت ادانته. رفعت رمزي كان بريء؟ للاسف رفعت رمزي مش موجود قدامي دلوقتي علشان اقدر اسال السؤال ده. لكن السؤال اللي لازم اساله لك واللي لازم يتوجه لحضرتك هو، هل من حقك توجيه الاتهامات لاي حد، لاي فرد، جزافا كده لمجرد ارتباطه بالشخصيه المتهمه؟ حضرتك بتدمر اسر بالكامل بمجرد اتهامك ليهم، حتى لو ثبت صحه هذه الاتهامات. يا مدام انت عايزه تقنعيني ان طول فتره جوازك من رفعت رمزي ما لاحظتيش عليه اي تجاوزات في تصرفاته الماليه؟ ما سالتيهوش في يوم من الايام من اين لك هذا؟ ما سالتيهوش في يوم من الايام الفلوس دي كلها منين؟ قصر في جنيف وقصر في باريس، ده غير حاجات كتير جدا ما لحقتش توصل لحضرتك. في حاجه في القانون اسمها الدفع بعدم الاختصاص، ودي لها اماكن معنيه بيها. حضرتك مش من مهمك انك تقوم بدورها. حضرتك مش بس هاجمت القضيه، انت هاجمتني انا شخصيا، وانا برفض الهجوم ده. وصلت بريء انه يصدق انه متهم، غيرت نظره المجتمع كلها ليه. وظيفه الصحافه فتح الملفات كلها وتوضيح الحقائق بالمستندات. الصحافه يا هانم بتقوم بدور حمايه المجتمع، وصعب ان احنا نرجع تاني نكمم الافواه. حضرتك صحفيه وفاهمه ده كويس، وفاهمه كمان ان الحملات الصحفيه لها اصول، ان الديه لها اصول، الظلم له أصول. وحضرتك مش مطلوب منك أي حاجة في الدنيا غير إنك تنتظر لحد ما القانون يقول كلمته. اللي أنا بعمله ده مع القانون، أنا كل اللي بعمله إن أنا بنبه الرأي العام عشان الزوجات بعد كده يبقوا يسألوا أزواجهم من أين لك هذا. يا هانم أنا بعمل كده عشان الكارثة دي ما تتكررش مرة تانية. متأسفة جدا، مقالات حضرتك كلها بتقول إن أنا كنت على علم بتصرفات رفعت رمزي، مع إن ده مش حقيقي. ومن حقي إني أدافع عن نفسي، والدفاع عن نفسي ما يكونش قدام حضرتك، المفروض انه يكون قدام هيئه قضائيه وجهت لي اتهام مباشر، وللاسف ده ما حصلش. استاذ وحيد، حضرتك ما راعيتش حرمه الزماله الصحفيه اللي بيني وبينك، وفتحت النار عليا ودخلت معركه، وانا مصممه اني استمر فيها وحسنا. يعني ايه زماله صحفيه؟ معنى كده انك انت عايزاني اسكت عن الحقيقه؟ لا معلش انا اسف، كده المناقشه انتهت. ليه؟ بعدين معاك يا جميل، احنا مش قلنا بلاش انفعال؟ مش عارف، انا ما كنتش احب انها تدخل في مناقشه معاها، ده هيضعف موقفها. يضعف موقفها يعني ايه؟ الهام ارجوك الفتي نظرها، انا مش عايزها تدخل في محاضرات مع وحيد اسماعيل، لانه عارف كويس قوي الموقف بتاعها ايه. كل ممتلكات رفعت رمزي محطوطه تحت الحراسه. يعني ايه؟ البنت ملهاش حق انها تورثه ولا ايه؟ أنا مش هقدر أجاوبك على السؤال ده لغاية ما يرجع رؤوف المهلمي. أنا مضطر أمشي دلوقتي. مروان، في إيه؟ في حاجة ضايقتك؟ معلش يا إلهام، أنا مش هقدر أجاوبك دلوقتي، بعدين نتكلم. في إيه يا مراد؟ مالك؟ ما بتتكلمش من ساعة ما جبتني هنا. انت ازاي تروح البرنامج من غير واحد؟ ده ضعف. مالك يا ريهام، فيك ايه؟ شكلك مش عاجبني خالص. ولا بقيت عاجبه نفسي، ولا عاجبه مراد، ولا عاجبه حد. ليه بس بتقولي كده؟ شفتي البرنامج النهارده؟ ايوه. الظاهر ان وحيد اسماعيل عرف ازاي يوقعني. ده رايك؟ ده راي مراد. الظاهر انه حطني في كورنر عمري ما كنت اتصوره. كل حياتي غلط، كل عيشتي غلط. ايه ده اجتماع مغلق بقى؟ طبعا انت متضايقه عشان اللي حصل في البرنامج، اول مره ذكائك يخونك. ليه؟ كنت ساذجه، ما عرفتيش تاخدي قلب الناس. اما انا تتكلمي عن الادب والثقافه والقانون وكانك بالظبط في محاضره. امال كنت عاوزاني اعمل ايه؟ ما كانش لازم تباني قويه بالشكل ده.
اتعلمي بقى. انت كنتي محتاجه دموعك دي اللي بتعكس عذابك مع رفعت رمزي. كان لازم تقولي انك طلبتي منه الطلاق اكتر من مره وهو ما وافقش. كان لازم تقولي انك فكرتي في الانتحار اكتر من مره عشان مش هتلاقي شيء معاه. وده عشان اوصل لايه؟ عشان توصلي لحاجات كتير قوي، لكل اللي انت عايزاه. واول حاجه عطف الناس عليكي، احساس قرائك بيكي. ريهام انت حاربتي الصحافه اللي بتحارب الفساد، طلعتي وحيد اسماعيل بطل فارس بيدافع عن حقوق البلد. صدقيني صدقوني كلكم، انا ما بعرفش اكذب. انا قلت كل الكلام اللي انا حاسه بيه من غير كذب، واي حد بيفهم وبيحس سمعني في العالم كله كان هيعرف ان انا صح واني ما بكذبش.